ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا رب وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض بقى الحمام زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، الحمام المحشي رز بطريقة حلوة قوي وسهلة وبسيطة، وان شاء الله هتعجبكم. قبل ما نبدأ بقى الفيديو بتاعنا، ياريت اللي اول مرة يشوفني ويشوف قناتي ياريت يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. ما تنسوش اللايك بقى يا اماراتي، احلى متابعين في الدنيا. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو ونسمي الله. بصوا انا معايا جوز حمام غسلاه كويس جدا ومنضفاه بالدقيق والملح والليمون، وان شاء الله اعمل لكم حلقة عن تنظيف الحمام. ومعايا الكبد والقوانص بتاعة الحمام مقطعة بالشكل ده عشان هنشوحها مع بعض، ومعايا بصلتين كبار مفرومين، ومعايا بقى رز غسلاه كويس جدا ومصفياه. لكل حمامية بتاخد كبشة رز بايدك كده، يعني انتي بايدك خدي كبشة رز لكل حمامية، يعني هي 4 كبشات رز بكبشة الايد كده. تعالوا بقى مع بعض نشوح الكبد والقوانص بتاعتنا. انا حاطة معلقة سمنة هنزل بيها بالقوانص لانها بتاخد سوا اكتر من الكبدة، تسيبها 5 دقايق كده تتشوح على النار، بعد كده ننزل بالكبدة بتاعتنا. طبعا ما فيش حد ما بيحبش الحمام، كلنا طبعا بنعشق الحمام سواء بالرز او بالفريك، وان شاء الله اعمل لكم حلقة حمام محشي بالفريك. الاتنين بصراحة بيبقوا احلى من بعض سواء رز او فريك. ننزل بقى بالكبد بتاعتنا، ما بتاخدش سوا خالص، يا دوبك كده تشويحتين على النار وخلاص. وبعد كده ننزل بقى بالبصل المفروم بتاعنا. بصوا كده خلاص اهي، ننزل بقى بالبصلتين الكبار الحلوين بتوعنا دول على الكبد والقوانص، يا دوبك البصله بس تدبل، وبعد كده ننزل بالرز. بصوا البصله بدأت تصفر معانا اهي، هنجيب بقى الرز بتاعنا وننزل عليه على البصل والكبد والقوانص، هنديهم بس تشويحة مع بعض الرز بس يشمع. في ناس طبعا بتحط مية، كوباية مية بتسويه مع بعض، بس انا بعمله بالطريقة دي، ما بحطش عليه مية خالص، بشوحهم مع بعض ويدوبك الرز بس يتشمع كده، وبحشي بيه الحمام وبيطلع مستوي ومفلفل وجميل خالص. جربيه بالطريقة دي هيعجبك ان شاء الله. حط بقى الملح بتاعنا وفلفل اسمر، وحط معلقة 7 بهارات تديله طعم وريحة حلوة قوي. نقلب بقى التوابل بتاعتنا كده مع الرز والكبد والقوانص. بص الخلطة دي جبارة، بتخلي الحمام تحفة بجد، وانا واثقة ان شاء الله ان هو هيعجبكم. الرز بس يتشمع كده ونرفعه من على النار، ما تقلقيش والله يطلع مستوي وجميل ومفلفل، مش هيطلع ني. انا شلته من على النار اهو، هحطه في طبق او بولة كده يبرد، بعد كده نبدأ نحشيه. يهدى بس كده عشان مش هنعرف نحشيه وهو سخن. انا سيبته يبرد اهو، نبدأ بقى نحشي الحمام معانا. طبعا احنا فاتحين الحمام من هنا كده من عند الجلد، شايل فاتحينه عشان نحشيه. طبعا ما نحاولش نحشي الحمام جامد علشان ايه يستوي معانا والرز يبقى مستوي ومفلفل وحلو وجميل. بس كده مش هنكبسها رز كتير، نحشي بقى من تحت الجلد كده الحمام بتاعنا
برضو مش هنحط كتير عشان الحمامة ما تفرقعش معانا، لان لو حشيناه كتير لما نيجي نسلق الحمامة هتقوم مفرقعة معانا. بس بالطريقة دي كده نبدأ بقى نقفل الرجلين بتاعة الحمام. حط بقى الرجل من في الفتحة دي كده، ناخد بقى الرجل التانية ندخلها الناحية التانية. بالشكل كده نحشي بقى الزور. برضو مش هنملاه جامد عشان ما يفرقعش مننا. طريقته سهلة وبسيطة والله، ومش هتاخد وقت معانا، وهتعملي احلى حمام. بس ننفض بقى الرز اللي عليه كده، بالشكل ده. هعمل معاك واحدة كمان، برضو نحشي كده بس من تحت الجلد كده، برضو ما نملهاش جامد، وان شاء الله هيطلع معاكي حمام حلو ومش ومستوي ومش هيفرقع منك ان شاء الله. امشي بس على الخطوات دي وان شاء الله مش هيفرقع منك. انا عارفة ان كلنا بنعرف نعمل الحمام، بس البنات الصغيرين لسه عرايس طبعا جداد، في ناس كتير بتشتكي ان الحمام ما بتيجي تسلقه بيفرقع منها. ان شاء الله اعملي الخطوات دي ومش هيفرقع منك. اهم حاجة ما نحشوش رز كتير، صدقيني الرز هيطلع معاكي مستوي ومفلفل وجميل. هحشي بقى بقية الحمام وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. انا خلصت حشية الحمام كله اهو بالشكل ده. جهزت بقى مية مغلية على النار، ومعايا بصلتين كبار وورق لورا، هنحطهم بقى على المية. انتي بقى حابة تضيفي حبهان حطيه معاهم في المية. انا حطيت بس بصلتين وورق اللورا، وهنزل بالحمام بتاعنا. اهم حاجة تحطي الحمام على ظهره عشان ما يفرقعش مننا ويطلع حلو. هنزل بقى معلقة فلفل اسمر، معلقة 7 بهارات، واخلي الملح في الاخر خالص، مش هحطه دلوقتي عشان الحمام يستوي معانا. انا بفضل احطه في الاخر قبل ما الحمام يستوي كده بقوم حطه. بصوا بدأت تغلي معانا، اول ما تغلي نقوم موطين عليها. بصوا الحمام بتاعنا خلاص قرب يستوي اهو. هنزل بقى معلقتين ملح كبار كده حلوين، هو كده خد يدوبك نص ساعة على النار، وبعد كده نشيله بقى. بصوا الحمام بتاعنا خلاص شلته من على النار، استوى معانا، خد نص ساعة بالظبط زي ما قلتلكوا. بصوا ولا فرقعت مننا حاجة ولا اي حاجة، طلع حلوة وزي ما هي هي بالشكل ده. حطيت بقى طاسة على النار، حطيت فيها سمنة وزيت
سخنتهم، هنزل بقى بالحمام احمره. لو حابة بقى تحمريه في الفرن انتي تدهني وشه سمنة وتدخليه الفرن عادي، بس انا هحمره على الطاسة. بص اتحمر، انا قلبته على الناحية التانية، خلص بقى وارجع لكم. بص انا حمرت الحمام كله اهو بالشكل ده، وبكده بقى الفيديو بتاعنا يكون خلص. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش لايك كتير عشان الفيديو يرتفع، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. يلا باي باي.